القصة اللي هحكيها لك النهارده دي هتخليك بعد كده ما تشتريش اي حاجه كلبس او حتى عربيه او شقه من غير ما تكون عارف ايه القصه بتاعتها او الناس اللي كانوا بيستعملوها قبلك او كانوا عايشين فيها ايه اللي حصل لهم قبل ما الحاجه دي توصل لك، لان ممكن بشكل ما يكون في جن او حاجه ساكنه جوه الشيء ده وروح الشخص اللي كان بيملكها لسه متعلقه بيه، وده هيتسبب لك انت في انك تشوف حاجات مرعبه ممكن ما تقدرش انك تتحملها. وطبعا في بدل القصه 100 عن ناس اشترت شقق وبعدين بيكتشفوا ان صاحب الشقه والناس اللي كانوا عايشين هنا حصل لهم حاجه مأساويه، زي مثلا حريقه اكلت البيت وموتت اشخاص من اللي كانوا عايشين فيه، او شخص اتقتل في المكان اللي انت فيه ومن بعدها المكان ده ما بيرجعش زي الاول تماما. وحتى ان كان في قصه منتشره في مصر ان في التسعينات في واحده اشترت دبدوب وكل يوم كانت بترجع بيتها تلاقي الدبدوب ده مش موجود في نفس المكان اللي هي سابته فيه، لا وكمان كانت بتلاقي الغدا او الاكل يعني متحضر، فهي في الاول افتكرت ان زوجها هو اللي بيجي يحضر الاكل وبيعمل لها الموضوع كنوع يعني من الرومانسيه. خد بالك ان في نفس الوقت ده كان منتشر عند المستشفيات في ناس بتاخد القطن والشاش والحاجات اللي بتطلع منها كهوالك يعني وهتترمي، وبيوردوه الناس عديمه الضمير بيستعملوها في صنع الدباديب، يعني ممكن يكون الدبدوب اللي عندك ده محشي قطن كان ممسوح بدم واحد ميت او حد مريض. المهم ان هي زي ما قلت لك بدات تشك في ان مش جوزها هو اللي بيعمل الاكل، وبدات عينيها تروح وتركز مع الدبدوب اللي عندها في البيت. وفي يوم بقى حبت ان هي تشوف مين اللي بيعمل الاكل عشان لو جوزها تقفش، وفعلا عملت نفسها انها نزلت من البيت ورجعت تاني على فجاه، ولما دخلت لقت مين بقى اللي واقف في المطبخ، لقت الدبدوب بتاعها هو اللي واقف بيطبخ، ولما شافته وجت تصرخ الدبدوب مسك طاسه الزيت ورماها عليها. بص القصه ديت انا ما اعرفش مدى صحتها ولكنها كانت منتشره بشكل كبير، ولكن افتكر القصه ديت كويس لان احنا هنحتاجها على مدار الفيديو، لان القصه بتاعت النهارده هتغير مفهومك عن التعامل مع اي حاجه اتعامل معاها شخص ميت. وخلينا قبل ما ندخل في القصه اكلمكم عن حاجه مهمه جدا عن صحتكم، وبالذات في الوقت اللي منتشر فيه كميه امراض واوبئه بتظهر كل يوم، وده بقى شيء بيشكل خطوره علينا وعلى اهالينا. وهنا بقى يجي دور موقع كنز الميد. الموقع ده بيتيح لك مجموعه من الخدمات، اهمها ان انت تقدر لو لا قدر الله عندك مرض ومش عارف تشخصه او مش عارف العلاج بتاعه، بيخليك تتواصل مع دكاتره من جميع انحاء العالم عندهم كفاءه وخبره عاليه يقدروا ان هم يشخصوا الحاله بتاعتك او بتاعه الشخص اللي عندك. وكمان الموقع بيتيح لك انك تطلب اي دواء انت عايزه من بره ويبعته لك لحد باب بيتك، هتلاقيه سايب لك باقي التفاصيل تحت في الوصف او في اول كومنت. يلا بقى نبدا. بسم الله. في يوم 19 ديسمبر 1972 اعلنت ميكروفونات مطار جون كينيدي ان الرحله 401 مستعده للاقلاع. بعد نص ساعه بالظبط الرحله فعلا اقلعت، ولكن بقى الطياره اللي طالعه الرحله دي كانت مميزه عن غيرها في الوقت ده، كانت طياره ضخمه جدا مقسومه لدورين، الدور اللي فوق قاعد فيه الركاب والدور اللي تحت بيكون فيه طاقم من العاملين والمطبخ واستراحه بتاعتهم. ركز في المعلومات دي كويس عشان احنا هنحتاجها في سياق الفيديو. مقصوره القياده بتاعت الطياره ديت ما كانش فيها كرسيين زي بقيه الطيارات، ولكن كان فيها اربع كراسي. الكابتن الطيار بتاع الطياره كان اسمه بوب لوفت، وده كان راجل عنده 30,000 ساعه من الخبره في سواقه الطيران، وده رقم كبير لو انت ما تعرفش. وكان قاعد جنبه المساعد بتاعه اللي كان اسمه بيرك ستروكسل. اما بقى وراهم في الكرسيين التانيين كان معاهم مهندس طيران اسمه دون ريبو، وفي الكرسي الرابع الاخير كان معاهم موظف ولكنه ما كانش من الطاقم بتاع القياده، ولكن الشركه كانت بعتاه معاهم عشان عنده شغل في مطار تاني، والشخص ده كان اسمه انجيلو دونادو. اللي زي ما قلت لك كان بيميز الطياره دي عن غيرها هو الحجم بتاعها العملاق، لانها كانت من نوع جديد اسمه لوك هيد، والنوع ده كان بيقدر ان هو يشيل 400 راكب. والطياره كانت المقاعد بتاعتها مش زي الطيارات العاديه اللي انت بتلاقي في الصف الواحد في اربع مقاعد بس اتنين واتنين، ولكنهم كانوا بيبقوا 8 كراسي اربعه واربعه. والمفترض ان الطياره دي كانت متطوره بشكل تكنولوجي اعلى من بقيه الطيارات الموجوده في نفس الحقبه الزمنيه. كابتن بوب بيتحرك بالطياره والساعه تقريبا 9:30، والمفترض ان هو كان متجه بالطياره من مطار نيويورك لمطار ميامي الدولي. الرحله بتطلع وبتستقر في الجو وبتفضل مكمله طريقها بشكل طبيعي جدا، مفيش اي مشاكل حتى الان. وبعد مرور ساعتين تقريبا بيكونوا خلاص اقتربوا من المطار بتاع ميامي. بيبتدي يعمل الاجراءات الطبيعيه بتاعته اللي بيعملها اثناء الهبوط، واول حاجه المفترض بيعملها ان هو بينزل التلات عجلات بتوع الطياره، بيكون في عجلتين في الخلف وعجله في الامام، وكل عجله من دول المفترض ان هي متوصله بلمبه بتنور قدامك لما العجله بتنزل بشكل طبيعي. مساعد الطيار اللي قاعد جنبه لاحظ حاجه غريبه، ان اللمبه بتاعت العجله الاماميه ما نورتش، وده معناه ان العجله ما نزلتش، ودي طبعا مشكله. فكره ان انت هتحاول تنزل بالطياره من غير ما العجله الاماميه تكون مفتوحه، ده معناه ان الطياره هتتقلب وتتدمر، فبالتالي ما كانش هينفع يعمل عمليه الهبوط. ففي البدايه هو فكر ان المشكله في اللمبه، فقرر ان هو يرفع العجل ويرجع ينزله تاني، ولكن برضه فضلت نفس المشكله، ان اللمبتين بتوع العجلات اللي ورا بينوروا ولمبه العجله اللي قدام لسه مش شغاله. ففي البدايه هم بيفكروا ان العيب زي ما قلت لك في اللمبه، ولكن هم مش قادرين يتاكدوا هل فعلا العجله اللي قدام نزلت ولا ما نزلتش. فالكابتن بوب لوب بيتوتر ومبيبقاش عارف يعمل ايه، فبيقرر ان هو يكلم برج المراقبه بتاع المطار وبيقول لهم ان هو بس محتاج شويه وقت لان هو بيواجه مشكله، فهيحتاج يطير او يفضل يلف في
في الجو شوية لحد ما يحل المشكلة ديت ويرجع ينزل تاني في المطار. وفعلا مركز المراقبة بيقول له مفيش مشكلة وبيطلب منه ان هو يروح يلف فوق منطقة اسمها الإيفرجليدز، ودي منطقة كده ممكن تقول عليها ان هي زي منطقة رطبة واشبه ما تكون بالمستنقعات، يعني زي بحيرة وفيها شوية جزر والارض بتاعتها ارض طينية. والكابتن بوب بيروح هناك وبيبتدي ان هو يلف بالطيارة وبيظبطها على وضع السائق الآلي عشان يثبت الارتفاع بتاعها في الجو والمسار الدائري بتاعها، لحد ما يشوف ازاي هيحل هو الطاقم بتاعه المشكله بتاعت العجله الاماميه اللي هي ما نزلتش. الكابتن بوب بيطلب من المهندس اللي معاه اللي اسمه دون ريبو ان هو ينزل في حفره الجحيم. حفره الجحيم ديت عباره عن غرفه موجوده تحت مقصوره القياده وبتكون الفتحه بتاعتها ضيقه جدا والمكان بتاعها بيكون سخن وغير مريح، عشان كده بيسموها حفره الجحيم. ولكن الحفره دي بيكون فيها زي نافذه عن طريقها انت ممكن تشوف اذا كانت العجله الاماميه نزلت او لا. وفعلا المهندس دون ريبو بيفتح الباب وبيبتدي ان هو ينزل جوه عشان يشوف اللي بيحصل. في نفس الوقت اللي انا بحكي لك في القصه ديت كان في حاجه تانية عماله بتحصل تحت. في شخص اسمه روبرت ماركيز كان راكب القارب الهوائي بتاعه، وده زي قارب كده بيكون متثبت عليه مروحه وبيكون مخصص عشان يمشي في البحيرات او الاماكن الضخمه اللي شبه دي. روبرت ماركيز كان موجود هنا عشان بيحاول يلم ضفادع، وكان معاه شخص صديقه، وكان مصدر الاضاءه الوحيد اللي معاهم وقتها هو مجرد كشاف متثبت على الخوذه بتاعته او متثبت على راسه. واثناء ما هم كانوا بيدوروا على الضفادع في المنطقه ديت بيشوفوا من بعيد ضوء قوي جدا تقريبا من على بعد 8 كيلومتر، ضوء قوي متوهج قوي، والضوء ده زي ما ظهر فجاه اختفى فجاه. وساعتها هو صاحبه بيقرروا ان هم عايزين يعرفوا ايه اللي بيحصل، فبيشغلوا القارب بتاعهم وبيفضلوا ماشيين لمده ربع ساعه لحد ما بيوصلوا. وهنا يتفاجئوا بالمصيبه اللي حصل، ان لما الكابتن بوب كان بيلف عشان يطلب من دون ريبو ان هو ينزل في حفره الجحيم ما اخدش باله ان هو بس حرك الدراع شويه بتاع الطياره، وده تسبب في ان التيار الالي فصل. وبما ان التيار الالي فصل فما بقاش في حد بيتحكم في الطياره، لان هو ومساعد الطيار كانوا مركزين مع دون ريبو اللي نزل تحت، فبدات الطياره ان هي تهبط وتغير اتجاهها. هتقول لي ايه معقوله ما حدش حس منهم ان الطياره بتقع؟ المشكله ان الطياره ما كانتش بتقع بشكل 90 درجه كده فيحسوا بيها، ولكن الطياره كانت بتقع بزاويه حاده شويه فما كانوش حاسين ان الطياره بتنزل. كمان منطقه الايفرجليدز اللي هم فيها منطقه ما فيهاش اي اضواء ولا بيعدي من هناك اي خطوط جويه عشان يستدلوا على ان ارتفاعهم قليل او عالي، فبالتالي هم ما كانوش داريانين باي حاجه بتحصل حواليهم. وحتى لما ادركوا اللي بيحصل كان الاوان فات، الطياره نزلت واتدمرت في منطقه الايفرجليدز، وده كان الانفجار اللي شافه روبرت وصاحبه، وكانوا هم من اول الناس اللي وصلوا في المنطقه دي. الوضع كان كارثي لما وصلوا، لانهم كانوا سامعين صوت استغاثات كتيره جدا، ولكن المنطقه كانت ضلمه وما كانش معاهم غير الكشاف اللي هو لابسه على راسه. اول حد عينهم وقعت عليه كان راجل الطياره لما انفجرت رميته بالكرسي بتاعه ونزل في المنطقه واتدفن تحت الطينه لدرجه ان نص وشه بس اللي كان ظاهر، ولما شاف الكشاف بتاعهم ابتدى ان هو ينده عليهم. الراجل كانت هدومه محروقه من الانفجار وكان متصفي كل جسمه. لمده نص ساعه روبرت وصاحبه بيحاولوا ينقذوا اكبر عدد من الناس، لحد ما وصلت قوات الدفاع المدني وغفر السواحل وقضوا طول الليل عمالين بيطلعوا في جثث الناس اللي ماتت وبيحاولوا ينقذوا الناس الاحياء. الحصيله في الاخر 99 واحد ماتوا، منهم الطيار والكابتن المساعد والمهندس دون ريبو، اما دونادو الشخص الرابع اللي كان معاهم نجا بأعجوبة. اما بالنسبه للناجين كانوا 77 واحد، طبعا اغلبهم مصاب اصابات شديده او حتى طفيفه بسبب الاصطدام وبسبب الانفجار بتاع الطياره. بعد ما خلصوا تحقيقات الكارثه اللي حصلت في الرحله 401 اكتشفوا ان العامل الاساسي هو الخطا البشري. ايوه، لان هم اكتشفوا ان ما فيش اي حاجه كانت ممكن تبقى سبب تقني في ان الطياره تقع. لا، وكمان اكتشفوا ان اللمبه هي اللي كانت بايظه، لكن العجله الاماميه نزلت بشكل طبيعي، هم بس ما كانوش شايفينها. ولولا الخطا اللي هم عملوه ان الطياره المساعد الالي بتاعها فصل ما كانتش وقعت وكانت فضلت مكمله في الجو، وكانوا هيلاقوا حل وينزلوا بامان. شركه ايسترن ايرلاينز اللي هي مالكه للطيارات دي دفعت طبعا تعويضات كتيره جدا لاهالي الناس اللي ماتوا وللمصابين من الحادثه او الناس اللي اتضرروا. الغريب بقى ان بعد مرور كام شهر من الحادثه بدا مئات من العاملين بالخطوط الجويه بتاعت ايسترن ايرلاينز يطلعوا تقارير ويبتدوا يشتكوا للمديرين بتوعهم ان في حاجات غريبه بيسمعوها وبيشوفوها اثناء الرحلات بتاعتهم، ولكن كان من الواضح جدا ان الشركه بتحاول تعمل تعتيم على الموضوع، واي موظف كان بيجي يشتكي لهم او بيعمل تقرير كانوا يا اما بيبعتوه للدكتور النفساني عشان يطمن على صحته العقليه او كانوا بيفصلوه ويرتاحوا من وجع دماغه. الظواهر الغريبه دي فضلت مستمره لحد مارس 1973، يعني بعد تقريبا 3 شهور من الحادثه بتاعت الطياره 401. من اشهر القصص اللي حصلت ان مضيف الطيران كان اسمها جيني كانت طالعه على الرحله 318، وكانت الطياره اللي راكباها من نفس نوع الطياره اللي وقعت اللي هو النوع L1011. جيني في البدايه كانت بتاخد الموضوع هي وزمايلها بشكل روتيني جدا، بدأ يوزعوا
بتاعوا الشغل ويعرفوا مين هيعمل ايه، وبداوا يقسموا نفسهم ان في جزء هيروح ياخد الطلبات وجزء تاني هيحضر الطلبات في المطبخ. الطياره زي ما قلت لك كانت مقسومه نصين، النص اللي فوق فيه الركاب والنص اللي تحت كان بيبقى فيه المطبخ والاستراحه بتاعت العاملين، والدورين كان فيه اسانسيرين بيطلعوا وينزلوا منهم. المطبخ عشان تكون متخيل معايا، على الشمال بيكون فيه مجموعه افران، وعلى اليمين بيكون فيه وحدات تخزين ودواليب. المضيفه اللي احنا بنتكلم عنها اسمها جيني، كان معاها واحده صاحبتها تانيه اسمها دينيس. فدينيس بعد ما اخذت الطلبات من الركاب نزلت تحت عشان تشوف صاحبتها جيني لو محتاجه حاجه، وعشان تساعدها في اعداد الاكل للركاب اللي كان وقتها هم 200 راكب. فدينيس لما نزلت تحت سمعت صوت الاسانسير التاني كان بيتقفل، فبعدين هي دخلت والمطبخ كان قدامها، هي شايفه فاضي، بس الاستراحه انت ما تقدرش تشوفها طول ما انت واقف بعيد عنها. دينيس وقفت في المطبخ ولكنها كانت مفكره ان صاحبتها جيني دلوقتي هتطلع لها من جوه من الاستراحه وتبتدي انها تساعدها في اعداد الطلبات بتاعه الركاب. دينيس اثناء ما هي واقفه كان بدا يراودها شعور ان في حد موجود معاها، بدات كمان تسمع اصوات وربما كمان انها سمعت دوشه جايه من الاستراحه، فهي توقعت ان حد من زمايلها موجودين جوه او ان صاحبتها جيني موجوده معاها في المطبخ. بعد شويه ابتدى الشعور بان في حد معاها والاصوات اللي بتسمعها تزيد، فبدات تشك ان جيني صاحبتها ممكن تكون بتعمل فيها مقلب او بتهزر معاها، ولكن الامر بدا يزيد عن حده. بدات تحس بخوف واشعار في جسمها، وكل ده هي حط امل على ان جيني فجاه هتطلع لها من جوه وتقول لها ان هي كانت بتعمل فيها مقلب. ولما جابت اخرها خلاص من الخوف قررت انها تروح الاستراحه وتخش تشوف بقى مين اللي جوه، ولكنها لما دخلت الاستراحه ما لقيتش حد. في اللحظه دي دينيس اترعبت وقررت ان هي تطلع بسرعه. فضلت ماشيه عادت على المطبخ تاني برده ما لقيتش حد، دورت في الدواليب ليكون في حد مستخبي، ولما لقيت الاصوات رجعت من تاني ماتت في جلدها من الرعب، وطلعت ركبت الاسانسير وطلعت بسرعه. وهي طالعه بتجري خبطت في زميلتها اللي اسمها ميلدريد، فميلدريد لقيتها وقعت على الارض بتقول لها مالك في ايه، لقيت وشها مخطوف وعرقانه، فقومتها ميلدريد واخدتها كده لحته بعيده بعيد عن عين الركاب، ولقيت بقى في الحته دي صاحبتها جيني برده عرقانه ومرعوبه. ولما بدا الاثنين يتكلموا هنا بقى بنفهم اللي حصل. جيني كانت نازله عشان تشوف دينيس لو هي تحت عشان تساعدها في تحضير الطلبات، ولكن حصل معاها نفس اللي حصل مع دينيس. فلما طلعت تدور عليها عشان تبلغها باللي حصل معاها واللي شافته تحت، كانت دينيس نازله تحت وبتدور على جيني. وفي نفس الرحله دي مساعد الطيار والطيار بيقولوا ان هم سمعوا صوت جاي من حفره الجحيم، ولما الطيار قرر ان هو يفتح الباب بتاعها وينزل عشان يشوف اللي بيحصل تحت، لانه كان متوقع ان كان في مشكله في الطياره، ولكنه لما نزل الصوت كان سكت وما لقاش اي مشكله، لكنه وهو طالع تاني بيشوف قدامه واحد في الضلمه. الواحد ده هو عارفه كويس، المهندس اللي اسمه دون ريبو اللي مات في الرحله 401. الشبح بتاع دون ريبو بيبص له في عينه وبعدين بيختفي قدامه. الحوادث الغريبه ما وقفتش لحد كده، القصه اللي احكي لك دلوقتي هتعرفك ان الجن مش لازم بس يسكن في البيوت، ولكنه ممكن يكون موجود في اي مكان ما يخطرش على بالك. مضيف الطيران اسمها سيس في سنه 1973، وبعد حوالي 4 شهور من حادثه الرحله 401 كانت بتعمل الشغل بتاعها الطبيعي وكانت بتعد الركاب قبل ما الطياره تطلع، ولكنها لاحظت ان في فرد زياده في العدد، فرجعت العد من جديد، ولكنها لا اتاكدت ان هي فعلا عدى صح وفي واحد بس هو اللي زياده. فلما جابت الكشف بتاعها وابتدت تبص على الركاب لاحظت ان في واحد قاعد بعيد ولابس اليونيفورم بتاع الشركه بتاعتهم. لما قربت منه اكتشفت ان هو طيار، فوقتها نظام الشركه كان ان هم بيبعتوا الموظفين بتوعهم اللي عندهم شغل في مطار تاني على اي طياره من اللي طالعين، وكان ده النظام اللي ماشي بالحب. فتوقعت ان الشركه بعتته بس ما بلغوش، فراحت عشان تساله عن اسمه وتاخد بياناته، ولما ندهت عليه وكلمته لقيته ما ردش عليها. عادت السؤال بتاعها تاني بصوت اعلى ولكنه برضه قاعد في مكانه ما بيتكلمش وما بيردش عليه. فمضيفه تانيه اسمها ديانا كانت معديه وشافت اللي بيحصل، فجت عشان تتكلم مع الراجل برضه ما ردش عليها ولا حتى كان بيبص لهم. فهم ساعتها حسوا ان في حاجه غلط، فقرروا ان هم هيروحوا يجيبوا الطيار اللي كان اسمه جورج. جورج لما جه ما كانش شايف وشه من بعيد، ولكنه لما قرب ووطى كده عشان يكلمه وبيقول له لو سمحت، الطيار فجاه اتخض ووقع على الارض من كتر الرعب. قال يا الهي انه بوب لوفت. بوب لوفت ده كان كابتن الطياره 401 اللي مات من 4 شهور، وقدام عليهم زي ما ظهر فجأة بيختفي فجأة، وفي 6 ركاب شافوا المنظر وبدأوا ان هم يصرخوا من الرعب. المضيفتين والطيار كانوا هم برضو خايفين، ولكنهم ادركوا ان هيحصل حالة هستيريا جماعية في الطيارة وحاولوا ان هم يتداركوا الوضع ويهدوا في الناس. ولما وصلوا قدموا تقرير للشركة باللي شافوه باللي حصل معاهم والراجل اللي اتبخر قدام عينيهم، ولكن الشركة بعد اسبوعين التقارير اللي هم قدموها اختفت. ولما راحوا سألوا على التقارير الشركة قالت لهم انتوا اصلا ما قدمتوش تقارير، وبدأت انها تعتم على الموضوع برغم ان التقارير دي في ناس تانيين من الشركه مهندسين وطيارين اطلعوا عليها بعينيهم وعارفين ان التقارير موجوده، ودي ما كانتش اول شكوى بالمنظر ده. اللي بيحصل ده بقى كله كان ليه سبب. السبب ان بعد ما الطياره وقعت كان في اجزاء منها كتير لسه سليمه، فالشركه عشان ما ترميهاش وعشان تقلل التكلفه قررت انها تاخد الاجزاء السليمه اللي بعيده عن سبب الحادثه وتركبها في طيارات من نفس النوع ال1011. ومن ساعه ما الاجزاء دي ركبت في طيارات تانيه، الطيارات دي بدات فعلا يحصل فيها مشاهدات وسماع لاصوات غريبه، والشركه عشان تسكت
الموظفين كانت بتعمل اللي انا بقولك عليه، تمسح التقارير بتاعتهم او تفصلهم او تبعتهم لدكاتره نفسيين وتشكك في سلامتهم العقليه. ولمده سنتين الحاجات دي بتفضل مستمره، وحصلت اكتر من حادثه متفرقه، منها مثلا ان واحد من المديرين في شركه ايسترن ايرلاينز ظهر له الكابتن بوب لوفت قدامه وفضل قاعد في الكرسي وبعدين اختفى قدامه فجاه من العدم. المدير اتعصب جدا وطلب تفتيش الطياره حته حته، ولكنه ما لقاش حاجه. وفي رحله تانية بيلاقي واحده من الركاب بتصرخ بشكل هستيري، ولما بيجروا عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل معاها بتقول لهم ان هي كانت قاعده وظهر جنبها واحد لابس لبس طيار واختفى فجاه. وفي حادثه تانية واحد من العمال اللي كانوا بيحملوا الاكل على الطياره بيظهر له واحد لابس لبس برضه طيار، ومواصفاته كانت شبه مواصفات المهندس اللي كان معاهم اللي اسمه دون ريبو. والراجل زي ما ظهر فجاه زي ما اختفى فجاه، العامل فضل مرعوب، والشركه بتاعت الاكل ما رضتش انها تكمل شغل على الطياره دي، وده تسبب في ان الرحله اتعطلت لساعات طويله جدا. وزي ما قلت لك الكلام ده فضل مستمر سنتين، لحد ما في سنه 1974 شركه ايسترن ايرلاينز بتطلع بقى تقول للعالم كله بعد ما تسرب اكتر من تقارير ومن ناس جوه الشركه راحوا اتكلموا مع صحفيين من بره، وبتقول لهم ان هي طبعا مش مصدقه في حوار الاشباح اللي بتظهر على الطيارات ده، وان الموضوع ضد العقل، ولكنهم في نفس السنه بيقرروا ان هم يدخلوا كل الطيارات اللي من نوع L1011 للصيانه، وبيشيلوا منها اي قطعه كانت محطوطه من الرحله 401 فيها. الغريب بقى ان في نفس السنه كل الكلام ده توقف فجاه زي ما ظهر فجاه، وده بقى يخليك تتساءل هل فعلا ممكن عشان في مكان مات في حد بشكل صعب او كان ليه علاقه بشخص قبل الموت باي شكل كان، سواء بيت سواء عربيه سواء لبس، هل ده ممكن يتسبب في ان روح او جن او قرين الشخص ده تفضل موجوده ومتمسكه بالشيء ده ويفضل يظهر للناس من بعد كده سواء بيأذيهم او ما بيأذيهمش؟ قولوا رايكم في الكومنتات، مش بتعملوا لايك لو عجبكم الفيديو عشان ده بيساعده ينتشر، وتعملوا اشتراك في القناه عشان احنا الحمد لله وصلنا 1,000,000 اساب رف اهو، حته في الرف فاضي عشان هنحط ان شاء الله الدرع الذهبي لما يوصل وهنفتحوه مع بعض، لان انا شايف ان ده الانجاز بتاعنا كلنا. ولله الحمد ولله الحمد وصلنا اكتر من 1,000,000 اخ واخت على اليوتيوب، وان شاء الله بدعمكم هنوصل له 10,000,000. تشيدوا على اخواتنا في كل الدول العربيه، ربنا ينصرهم يا رب، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني. كان معكم محمود زايد، سلام.